النادي الأهلي اللي خلاص يعني كالعادة موجود في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير والأداء الجيد جدا أمام طبعا اتحاد مستيري التونسي في مباراة العودة اللي فاز فيها النادي الأهلي بثلاثية نظيفة وتأهل كالعادة لدور المجموعات. الحقيقة المباراة كانت زي ما اتكلمنا هنا في المحترف، المباراة كانت مهمة جدا جدا رغم فوز النادي الأهلي في المباراة الأولى 1-0 في الدقائق الأخيرة، لكن كان مهم جدا جدا انك تكسب بجدارة وانك تقول ان انا موجود، وان النادي الأهلي يعني بعد نقول يعني الى حد ما تعثر شوية في نهاية الموسم اللي فات، لكن هذا الموسم بداية مع هذا الرجل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيثبت النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله على الطريق السليم على مستوى البطولة الأفريقية، وكل التوفيق لبداية موفقة بإذن الله بعد بكرة على مستوى الدوري المصري 2022-23. المباراة زي ما بقول لحضراتكم يمكن اتحاد المنستيري كان أفضل إلى حد ما من في أدائه عن المباراة الذهاب، لكن اللي طلبناه من لاعيبة النادي الأهلي اللي طلبناه من لاعيبتنا ومن الجهاز الفني حققوه بجدارة. عملية التركيز الكامل في هذه المباراة، عملية ان خلاص ما تستسهلش مباراة بالرغم انك فايز بره ارضك 1-0، لكن بتحقق نتيجة جيدة جدا جدا، بتسيطر بشكل كبير على المباراة، بتحرز اهداف، عودة حمدي فتحي بقوة للفريق واحرازه هدفين، كمان الاداء الجيد على المستوى التكتيكي، ويمكن بداية قوية. دايما بنتكلم يعني احنا متوسمين خير ان شاء الله في هذا الموسم سواء على مستوى البطولة الأفريقية أو حتى على مستوى الدوري اللي هنطلق إن شاء الله كمان في مباراة مهمة جدا النادي الأهلي مع الإسماعيلي إن شاء الله بعد بكرة، لكن كل المؤشرات اللي حضراتكم شايفينها كل اللي جاي لنا من النادي الأهلي واللي حضراتكم بتشوفوه أو شفتوه في الماتشين إذا كان مباراة الذهاب أو العودة بتدل إن شاء الله إن إحنا بداية قوية جدا، ودايما البدايات بتبقى مهمة الحقيقة. يعني قبل المباراة كنا عندنا شوية قلق، منتظرين نشوف الأداء، منتظرين نشوف حاجة جديدة، والحقيقة شفنا أكتر من حاجة جديدة بيطبقها فريق النادي الأهلي مع كولر. عملية الضغط العالي، عملية الاستحواذ، عملية الحمد لله الشباك النظيفة، وده مهم جدا انك بتحرز 4 أهداف في مباراتين لكن كمان شباكك نظيفة بشكل كبير جدا. الحالة الدفاعية للنادي الأهلي كفريق أفضل كثيرا من يمكن الفترات السابقة. زي ما بقول لحضراتكم هي مجرد بداية، وإن شاء الله كانت بداية موفقة جدا في دوري الأبطال الأفريقي كالعادة النادي الأهلي في دور المجموعات، وتبدأ طبعا على رأس مجموعة إن شاء الله النادي الأهلي، ولكن هتبدأ إن شاء الله فعاليات الدوري الممتاز للموسم القادم بإذن الله أو اللي احنا موجودين فيه مع مباراة كمان مهمة أمام النادي الإسماعيلي إن شاء الله بعد بكرة، إن شاء الله بنفس الأداء بنفس الروح بنفس الشكل الجميل على الفنيات اللي بنشوفها في الملعب، على نفس الشكل من الأداء التهديفي زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا تستثمر الفرص بأهداف، تحافظ على شباكك نظيفة كعادة الأبطال، وطبعا النادي الأهلي نادي بطل ودايما بيطمح في البطولات. كل التوفيق لنادينا النادي الأهلي.